كل 13 ثانية يموت شخص في العالم بسبب الالتهاب الرئوي. كل 18 ثانية نفقد شخصاً بالغاً بسبب الالتهاب الرئوي. وكل 47 ثانية نفقد طفلاً عمره أقل من 5 سنوات. قتل الالتهاب الرئوي عدداً يقرب من 2.5 مليون في عام 2019 فقط، أكثر من أي مرض معد آخر في العالم. وهذا لا يشمل حتى وفيات الالتهاب الرئوي بسبب كوفيد-19. الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب الرئتين وتسبب الالتهاب، مما يسبب صعوبة التنفس. قد يظهر الالتهاب الرئوي كعدوى بدون أعراض، مرض موضعي خفيف نسبياً، أو مرض جهازي مداهم مع فشل تنفسي واختلال وظيفي متعدد الأعضاء. ينتج الالتهاب الرئوي عن مجموعة متنوعة من الكائنات الحية الدقيقة، أكثرها شيوعاً البكتيريا وفيروسات الجهاز التنفسي. يمكن لكل من الفيروس الخلوي التنفسي، العقدية الرئوية أو المكورات الرئوية، الفيروس التاجي، فيروس الإنفلونزا، الفيروس الأنفي، الفيروس الميتابينومي، المستديمة النزلية، الكلبسيلا الرئوية والمكورات العنقودية الذهبية أن يسبب الالتهاب الرئوي. يصنف الالتهاب الرئوي من خلال كيفية اكتسابه. الحالة الأكثر شيوعاً هي الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع، عندما يمرض شخص خارج المشفى أو مكان للرعاية الصحية. يليها التهاب رئوي مكتسب من المشفى أو التهاب رئوي في المشفى، عندما يصاب الشخص في المشفى بالتهاب رئوي. يرتبط الالتهاب الرئوي في المستشفيات بارتفاع معدل الوفيات، لأنه غالباً ما ينتج عن الكائنات الدقيقة المقاومة للمضادات الحيوية والتي يصعب علاجها. قد يصاب أي شخص بالالتهاب الرئوي. الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة معرضون للخطر أكثر، وهذا يشمل الأطفال تحت 5، البالغون فوق سن 70، المصابون بأمراض مزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية المزمنة. على جميع الأعمار يعد تلوث الهواء عامل الخطر الأول للوفاة بالالتهاب الرئوي، حيث يساهم في 30% من جميع الوفيات. تلوث الهواء المنزلي الناتج عن الطهي والتدفئة بالوقود الصلب وتلوث الهواء الخارجي من المخاطر الرئيسية. لدى الأطفال دون 5، فالهزال وانخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة من المخاطر الرئيسية للوفاة بالالتهاب الرئوي. يكتشف الالتهاب الرئوي بأعراض مثل ضيق النفس، ألم صدري، سعال منتج للبلغم، حمى وتعرق وقشعريرة مصطحبة برجف، التعب والارتباك خاصة عند كبار السن. يمكن الوقاية من الالتهاب الرئوي. الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من الالتهاب الرئوي تكون بالتطعيم. لم يتلقى واحد من كل طفلين لقاح المكورات الرئوية المتقارن، لكن اللقاحات لا تمنع جميع أسباب الالتهاب الرئوي. ضروري أن يسعى الأشخاص المصابون بأعراض الالتهاب الرئوي إلى الرعاية الصحية لتشخيصهم وعلاجهم بالمضادات الحيوية والأكسجين إذا لزم الأمر. تقريباً طفل من بين 3 أطفال مصابون بأعراض الالتهاب الرئوي لا يتلقون الرعاية. لا يؤثر الالتهاب الرئوي على الرئتين فقط، بل يمكن أن يسبب تعفن الدم، متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، الانصباب الجنبي، ومضاعفات القلب، خاصة في حالة الالتهاب الرئوي بالمكورات الرئوية. وعدم تلقي العلاج قد يؤدي للموت في 48 ساعة. العلاج المبكر ينقذ الكثير من الأرواح. الالتهاب الرئوي هو أكبر عدوى قاتلة للبالغين والأطفال في العالم. أودى بحياة 2.5 مليون شخص، من بينهم 6072 ألف طفل عام 2019. وتتأثر كل دولة. تحدث 3/4 الوفيات الناتجة عن الالتهاب الرئوي في 20 دولة منتشرة عبر آسيا وإفريقيا والأمريكيتين وأوروبا. تتركز وفيات الالتهاب الرئوي عند البالغين في أوروبا وآسيا والأمريكيتين. تتركز وفيات الالتهاب الرئوي عند الأطفال في أفريقيا وآسيا. 5 بلدان تحوي نصف وفيات الالتهاب الرئوي بين الأطفال دون سن 5: نيجيريا، الهند، باكستان، وإثيوبيا، والنيجر.
يمكنك المساعدة في تثقيف العالم بشأن الالتهاب الرئوي. شارك هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بهاشتاج نيوم لايت وهاشتاج إيفري بريث كاونتس. أخبر عائلتك وأصدقائك عن الالتهاب الرئوي وشارك في اليوم العالمي للالتهاب الرئوي في 12 نوفمبر من كل عام. أثناء مشاهدة هذا الفيديو سيموت 15 بالغاً وخمسة أطفال بسبب الالتهاب الرئوي، لكن لدينا الأدوات اللازمة لمنع معظم هذه الوفيات. كلما زاد عدد الأشخاص الذين يعرفون عن الالتهاب الرئوي، كلما كان الجميع في أمل. ضع حد للالتهاب الرئوي، أنقذ أرواحاً من أجل عالم أفضل، عالم جديد. نيومن لايت.